بين الاحزاب مشاركة الحكومة ورئاسة الحكومة في كل ما يتخذ سيادة الحكومة من قرارات وخاصة على مستوى التعيينات في المواقع الكبرى. إن شاء الله تكون على كل حال خير، وإن شاء الله الحكومة تنطلق في العمل لهذا البرنامج. تعطينا فكرة على حاجة إلى التسريع، تعطينا فكرة على المشاريع الوطنية السبعة سي نورجين. يعني نحن الحوار في هذه الوثيقة تركز على الأولويات المرحلة، أولويات اللي هي أولويات وطنية تقريبا حولها إجماع، مكافحة الفساد، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التنمية والتشغيل والتمييز الإيجابي، إصلاح المنظومات العمومية، الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية والنقل وغيرها من الوحدة، والعمل على تشجيع الاستثمار وخلق الثروة. وهذا بتبيع فيه تفاصيل، لكن الأهم من هذا كله هو أن يتم التسريع. نبهنا أنه القرارات والوثائق والاتفاقات تكون جميلة جدا، ولكن التوانسة ما حشمش بأحبار مكتوبة على الأوراق، حاجتها بفعل، والفعل يتطلب أنه الحكومة التي ستحظى إن شاء الله بثقة مجلس نواب الشعب مهما كان عدد النواب المزكين، مهم تكون الأغلبية تمكنها من مول العمل. المطلوب أن الحكومة تنطلق في العمل منذ أول يوم لتكليف، وإن شاء الله ربي يقدر خير.